ناخد اراء النجوم في مباراه ايه يا وائل؟ في مباراه مصر والسنغال. طب استنى لما اخلص الخبر بتاع مصر والسنغال ده عشان نطلع بس منه اخر خبر. المنتخب الوطني بيخوض مرانو الاول غدا في داكار. يخوض المنتخب الوطني الاول بقياده شاوي غريب مرانو الاول زي ما قلنا. خلاص اتكلمنا في القصه دي. طب تعالوا نتفرج على اراء النجوم في مباراه مصر والسنغال ورؤيتهم لهذه المباراه. نشوف التقرير ونرجع نكمل بقيه كلامنا. طبعا المجموعه الاولى مجموعه قويه مش على مصر بس، اكيد السنغال بيقول كده، تونس بتقول كده، مصر لها اسم والحمد لله عندنا قاعده محترفين كتيره دلوقتي مش موجوده مش متواجده الا باي مدرب قبل كده، فان شاء الله يبقوا اضافه لمنتخب مصر. انا ثقتي كبيره في اختياراته من للناس اللي هيبقوا مناسبين للمباراه، وخصوصا الحمد لله ان احنا عندنا دلوقتي قاعده لا باس بها من اللاعيبه المحترفين اللي هم بيكونوا جاهزين اكتر مع بعض اللاعبين اللي ظاهرين في مصر هنا في الدوري المحلي. ان شاء الله اعتقد انهم قادرين انهم يأدوا بصوره افضل كتير من اللي ظهروا فيها في ماتش كده. كنت اتمنى ان المباراه تبقى اقوى وافضل واحسن التجربه، نخرج بتجربه فنيه تعمل لنا اضافه فنيه مش تجربه فيها يعني، ده اللي انا كنت عاوزه. ان شاء الله باذن الله شوي بجهازه واللعيبه بقدراتها ان شاء الله ربنا يوفقهم ويعملوا لنا حاجه ويرجعوا لنا ان شاء الله باذن الله كسبانين ان شاء الله. احنا بنلعب كره حلوه وبنكسب السنغال بشكل كبير، لكن في نفس الوقت احنا عندنا لسه فريق بيتكون. منتخب السنغال معظمهم بيلعب في الدوريات الاوروبيه القويه جدا. مباراه قويه جدا، مباراه من طابع خاص، مباراه افتتاحيه في تصفيات كاس الامم الافريقيه، نتمنى ربنا يوفقنا فيها. اتمنى ان الكابتن شاوي غريب يوصل للتشكيله الانسب اللي هو ان شاء الله تخوض المباراه ديت وربنا يكرمه فيها باذن الله. ثقه كبيره جدا الجيل ده ان شاء الله هيحقق برضه حته ان انا احقق الانجاز واوصل لافريقيا، ده مش ده الهدف، الهدف ان انا اخد افريقيا ان شاء الله. فبتمنى التوفيق لكابتن شاوي والجهاز المعاون كله واللعيبه ان شاء الله باذن الله مركزين ان هم ان شاء الله يتاهلوا وبينافسوا على البطوله ان شاء الله. في لعبه كتير مش موجوده وفي لعيبه كتير كابتن كان بيديها الفرصه انها تلعب، والمنتخب كينيا مش منتخب اللي يساعدك ان انت برضه تظهر بشكلك المعهود، فاعتقد ان هي مباراه وديه، الغرض منها تجهيز اللعيبه مش الغرض منها ان انت تظهر بمستواك الرهيب قدام السنغال. لو كنا كسبنا 10 11 وجينا السنغال لا قدر الله الناس ما كانتش هتتبسط اكيد، فخلينا ندي كل حاجه حجمها. يعني هي مباراه تجهيزيه تحضيريه، النتيجه مش مهمه والاداء هو بالحكم على بعض اللعيبه، فاعتقد ان هي مباراه الكابتن شاوي استفاد منها. وان شاء الله الماتش السنغال هو الاهم، الماتش الرسمي بيبقى احنا ماتشاتنا الرسميه بنظهر في مستوى غير الماتش الودي خالص، فاعتقد ان شاء الله يعني هنركز جدا لان احنا يهمنا ان احنا نبدا كويس، لان انت لما بتبدا كويس بتسهل على نفسك بس. دايما الناس بتعمل حسابنا، مش عارف احنا ليه دايما بنبقى في ماساويات. الخليط اللي مع شوقي غريب اظهر وابرز بعض الايجابيات. منذ متى لم نرى حازم امام يلعب 90 دقيقه، حسني عبد ربه ايضا، كثيرين يعني. الكابتن شوقي ادى فرصه لعصام الحضري اللي اظن مش هيبقى الحارس رقم واحد بسهوله لانه ما عندوش عدد مباريات قد شريف اكرامي، لكنه اراح شريف اكرامي عشان يخرج الناس من الحسبه وبدا يعني يعمل تشكيله الى جانب المحترفين. طيب يعني كل المسانده والدعم باذن الله لمنتخب مصر عشان يعمل مباراه كبيره امام السنغال تحت شعار النتيجه اهم من الاداء. النتيجه اهم من الاداء، ده لازم نحط الموضوع ده. فرحتي نعمل اداء مميز ونطلع بنتيجه مش ايجابيه، عايزين مكسب مش عايزين اي يعني هتجيب لي الكره في العارضه ومش عارف ايه ويا ولد ويا جميل ويا ظريف ماليش فيه، احنا عايزين نتائج.